مختلف كيف يعني مختلف؟ بالعكس حلو اولا نكون مجتمعين كلنا سوا شخصيا لنحتفل بمهرجان مثل مهرجان القاهره ونكون موجودين مع نجومنا المتالقين المصريين هنا. بقى انا هيك شوي اوتسايدر جاي احتفل معكم يعني من وقت حتى مهرجان الجونه ولا مهرجان القاهره الكل حريص على الكمامه, الكل حريص على السوشيال ديستانسينج, الكل انا شوي عم بتاثر لانه في كتير ناس بيوقفونا ليأخذوا صور هون وبدهم انه عبطه او شيء هانشيك وكل شيء وانا عم بعتذر من الكل عم بقول انا يعني صار لي 9 أشهر مش دائرة حدا يمكن بنتي بقى لازم ننتبه أكيد يعني بس لازم نرجع كمان لحياتنا الطبيعية مع الاحتياطات اللازمة خاصة بمهرجانات وإن فيها كتير ناس بالوجود فيها كتير ناس عم يحتكوا ببعض لازم ننتبه يعني في أزمة عالمية مع الكورونا يعني شايفة تكريمة المهرجان السنة دي كتير بمحلة منى زكي أكيد بتستاهل جائزة فاتن الحمامة وأنا كتير مسرورة أنه بكرة عندي منتدى مع تنتكلم عن حياتها المهنية وإن شاء الله تكونوا متواجدين لأنه منى من أعز الممثلات أنا بحترها من زمان وأكيد موهبتها سوبر توب وكان أحلى وأحلى أنه منى الشلبي تعطيها الجائزة وكانت لذيذة وظريفة كتير مثل عادتها منى الشلبي ووحيد حامد يعني هو أسطورة شو فينا نقول يعني شو حلو أنه الجمهور كله وقف له خلال الافتتاح مبارح شو حلو أنه شريف عرفة قدم له الجائزة لأنه هو منتور لإله شو حلو أنه عنا الناس هيك يعني أجيال وأجيال من المخرجين والمنتجين والممثلين بمصر فينا نفتخر فيهم. محمد حفظي عنده روح دعابة مهضومة كتير وتامر حسني أنا بيك فان. لا أنا بعدني عم بعمل الانترفيوز بس وهميا هلأ وشي شوي هيك مناسبني لأنه هالأيام عم بحط بنتي بالسرير الساعة 8 و 8:05 بفتح زوم وبسافر وهميا للوس أنجلوس لعامل مقابلة مع جورج كلوني بعدين بخلص المقابلة بروح بتعشى مع زوجي بقى هيدا شي مناسبني هالأيام لأنه عم بيوفر علي كتير كتير سفر بس أكيد بدنا نعود للمقابلات الشخصية خاصة أنه مع الكورونا تأجلوا كتير أفلام كبيرة تحبون بمصر مثل Fast and Furious وجيمس بوند وTop Gun وMission Impossible وكلهم رح نشوفوا السنة الجاية وافتكر رح تحبوا تشوفون ببرنامج سكوب أنا ومسافرة على البلدان وشوفون. الرشاقة حصلت بفضل أزمة الكورونا يلي زربتني بالبيت بقى صرت أنا أركض بالكوريدور وأعمل رياضة وأكل صحي ويعني ما أكل سكر كتير ما صار في two ways بالكورونا وانا يعني تعذبت كثير بعد الحبل لخس مثل ما بتقولوا بمصر بس بفضل يعني كان واحد من ايجابيات ازمه الكورونا ساعدتني ارجع خفف وزني لا لانه يعني بمثل شوي بالاطوار الصوتيه لكن اول شيء ما صار في يعني مشروع مناسب بالنسبه لي ثاني شيء فعلا ما عندي موهبه بالتمثيل انا بفتكر موهبتي بتقديم البرامج اللي هو سوري عكس التمثيل تقديم البرامج هو تفرجي شخصيتك الحقيقيه التمثيل هو انه تقني حدا مختلف يعني بقى وظيفتين متعاكستين انا ما بحياتي بنسى اول مره حضرت مهرجان كان كنت صغيره بالعمر كتير وكتير متحمسه هيك مثل عم بنط مثل الفراشه اول مره بالاوسكارز كمان ومع المخرجين الكبار يعني مثل مارتن سكورسيزي مثل ستيفن سبيلبرغ مثل يعني مخرجين عن جد ليجندز يعني بنسميهم هول لانه انا حب للافلام هالقد كبير هالمقابلات ما بنسيها لانه انا متحمسه كفان اعمل هالانترفيوز